السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه باش ما تمنيتوا بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتوا يا ربي الله يدخل عليكم هذا رمضان هذا باي حاجه تمنيتوها في حياتكم. فاليوم جيت لكم فيديو جديد. تكره سخونه كيعجبني ندير الكراميل مع كنحليه بالكراميل. هو باش كنحليه ديال القوانات، حنا القهوه شي حاجه ضروريه في الصباح، ما كنشربوهاش على طول النهار، وانما في الصباح شي حاجه اللي ما يمكنش ما نشربوهاش، سينو كيضرني الراس. لا انا الصراحه هو اللي بلاني بها، انا ماني ما كنت كنشربها في دارنا، ولكن من نهار تزوجت صافي دقات لي هاد البيكوره ديال القهوه. فصباحكم مبروك، نمشي نفطر ونتلاقاو من بعد. واخا دابا دايره الطواجين ديالي باش يتقلى. انا زيد عليا يتقلى مع البصله، المهم كلها طريقته ديال الطاجين. دايره مع المازي، درت لينا العطريه من الفوق، نخليه يتقلى عاد ديك الساعه نزيد ليه الخضيره ان شاء الله. ودابا ندوز نجمع هاد الروينه عندي. فانا كنجمع وهو كيروي بطبيعه الحال. بغيت نقول للناس اللي عاد التحقوا بالقناه مرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك وضغطوا على الاعجاب باش هكذا يوصلكم كاع الجديد ديال القناه. مرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي كيدعموني، وشكرا لكم بزاف بزاف كاملين كاملين، وحتى الناس القدام على راسي وعيني شكرا لكم كاملين. فهنايا غادي نجمع والمهم هكذا هو الروتين ديالي عادي، يعني الكوزينه كترون وانت كتجمعي، كترون وانت كتجمعي. هذا هو الواقع المر. غير انايا حاجه وحده اللي عندي فيها مشكل هو هذا، انا نجمع هو يرون، يعني انا نحط الحاجه هو يبدا يجبد فيها. ايوا هادشي اللي كاين. فنخليكم مع الفيديو وطلعوا لي فروسكم، شكرا لكم بزاف وخليوا لي الدعم ديالكم. صافي نقيت الكوزينه، وجدت هنايا بلاصه ديال التمار شبكيه والمكسرات وداكشي حتى نجيبهم ان شاء الله. الطواجين ديالي ها هو ايوا صافي، وهذا كيروي. هذا شوف زيد عليه الماء، ناري راه ما يمكنش. اشنو كدير؟ دابا نمشي نجمع الروينه الاخرى بما وصلت الوقت يجي ساي يتغدى، وديك الساعه نخرج عندي نمشي نقضي واحد الغرض خصني ضروري نقضيه. المهم خليكم معايا غنديكم اي بلاصه، وقدر هذا الفلوق هذا غادي يكونوا فيه يومين على ما اظن. اهلا، دابا لقيتنا خرجنا مع جبنا عيسى من المدرسه وغادي نمشيو باش نمشيو لعند الناس اللي صايبوا لي الكوزينه. المهم بزاف كتسولوني اصلا، كتقول لي شكون اللي صايب لك الكوزينه. ديجا كنت درت لكم واحد الفيديو وريت لكم فيها زعما كلشي، يعني المراحل كيفاش كانت قبال وكيفاش صايبوها وهذا. والصراحه الصراحه يا البنات والله العظيم الا خدمه عندهم زوينه بزاف ومتقونه، و خدمه يعني الا 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 صيبتو عندهم كوزينه غتعرفوا انا ما صيبتو، يعني غتعرفوا شنو صيبتو. هادشي اللي كنقول، يعني راه بصح غتعرفوا شنو صيبتو، خدمه متقونه الحمد لله. شحال دابا تقريبا؟ عامين دابا، هادي سنين، غدا 3 سنين وحنا مصيبينها. ما كنت حامله ب دابا دابا عامين وواحد شهرين تقريبا. باش تصوبت في صيبت في يالله معلم ديال هاد الحماله مع الاول العام جونجي عقلت في جونفي. صافي يعني باقي جونفي عاوتاني غادي تكمل 3 سنين. وصراحه والله العظيم الا الصح والاتقان والله، يعني وحتى في النيتواياج سهله، في النيتواياج بزاف والحد سهل الحمد لله وشكر لله، ما كاين حتى شي مشكل. دابا ماشي غادي عندهم على عينينا حنايا، وانما ماما بغات تزيد واحد داك هذاك اللي كيصفي الماء، وبغات تبدل اش بغات تبدل داك الشيء ما كتعرفش السيفون ديال تحت. السيفون هذا هو داك ديال تحت لانستالاسيون كامله، المهم بغات تعاود لانستالاسيون ديال تحت كامله ديال ليفي، وخصنا نمشيو عندهم باش نشوفوا باش ناخذ عندهم هذاك اللي ركبوا لي انايا، حيت انايا تكلفوا لي يعني ماشي غير بلاكارات وهذا، وانما حتى بليفي بالفران، فران حتى والله عمر ليه الدار مسكين، والله الا زوين داك الفران.
وتكلفوا لينا بلاوط ولا بلاك. وداك ليبيا صراحه الانستالاسيون فيه خطيره يعني، ماشي يعني داك لتحت زعما داك السيفون وداك التخربق اللي كيكون لتحت صحيح فهمتوا يعني، ماشي داك الشيء ديال اللي غيدوز لك واحد عام با كيبدا يقطر بالماء وداك الشيء. وماما بغات دير بحال ديك لانستالاسيون اللي دايري لي انا لتحت، فدابا غادي نمشيو عندهم و ديال لا مارك فرانك. اه ديال لا مارك فرانك اصلا هما كيخدموا بزاف غير بلا مارك فرانك. ولا مارك فرانك البنات زوينه، هي اللي عندي في لا فيسيل وهي اللي دايره ليا في الفران، هي اللي دايره ليا في لا بلاك، هي اللي دايره ليا في الجيب. نورمالمون دوك الاخرين كيكونوا فيهم دوك القواس كتمشي كتشريهم بالعبار من عند دروغري وداك الشيء. دروغري مثلا ويجي البلومبي باش يدير لهم لاكول ويسخنهم كيشد العباره مال الاخر، كتجي كاع فيراميزور كاع على طرتي في السماء كتقطع بالمنشار وكتلقم داك الشيء وكتركبو. هذا داك الشيء كيكون بلوتونشيتي ديالو كلشي ديالو. يعني معليش كل حنا دابا جينا ها هما فين كاينين، انا نوريهم لكم. ها هما هنايا كاينين حدا الجامع ديال ابو بكر الصديق، هما هادو موزاس راه باينين. انا غادي نمشي عندهم دابا، انا غادي ندخل عندهم باش نشوفو حنايا داك الشيء اللي خاص ماما، وتما غادي نصور لكم الا كان بان لي عندهم شي حاجه جديده والو. ولكن زعما الصراحه يا البنات انا غادي نخلي لكم النمر تاعهم في صندوق الوصف. ديما كتسولوني اصلا، ديما كتقول لي مريم ما قديتي كوزينتك، وقيلا الناس اللي ما شافوش الفيديو قبل غادي نحط لكم عاوتاني النمر تاعهم لتحت. انتما انا غادي نوريكم المحل، راه وسعوه وزادوا فيه الكويزين لي موديل هكذا ديال الكويزين. هذه بحال اللي كاينه عندي نفسها، ان شاء الله نشوف. وداكشي كيديروا على حسب العبار، بحال مثلا انا هادي، انا عندي هادي شويه واسعه يعني بحال قلت هادي مضبليه على جوج بحال هذا. عاوتاني هادي الصراحه زوينه، حتى هادي ديال لا مارك فرون كيف قلت لكم هما كيخدموا بزاف غير بها بلا مارك. هادي شفتو انا درت لكم جوله خفيفه باش تشوفوا الانواع ديال البلاكارات. هذا بحال اللي عندي، ولكن انا هذاك هو اللي عندي، ولكن هادو في اللوينات وحدين اخرين كيديروا جميع انواع ديال الالوان وديال الانواع، عندهم بزاف داكشي. غادي يوريكم حتى الكتالوج الا مشيتوا عندهم، ودايرين دي بروموسيون اللي زوينين بزاف، وحتى الاثمنه عندهم معقوله ديال بصح صراحه تقال. ولكن الحاجه اللي غادي نضمن لكم هو الصح والعمل البنات. ماشي كنشكر لكم غير هكاك، ولكن بحكم التجربه راه بلاكاراتي تبارك الله راه معمرهم ديال بصح. راه شفتوا بحال مثلا بلاكارات الفوق داير فيهم الدقيق، يعني فريمون راه ثقال وهكاك الحمد لله زعما بخير، ما كاين حتى شي مشكل. عرفتي هادو هي البنات دابا اللي كنوريكم هاد لي رونجمون، ناري كنت تمنيتكم كنت درتهم في كوزينتي، حاولنا نلقاو ليهم بلاصه حتى عينا. شوفوا شحال كبار، راه هادو كيهزوا لكم التقديه كلها، حاولنا نلقاو ليهم بلاصه حتى عينا. ولكن بحكم ان كوزينتي ماشي كبيره يعني ما يمكنش الا درت فيها بحال هادشي هذا غادي تضيق ديال بصح، فما بغيتش انا كوزينه تضيق. فاضطريت انني ما نديرهمش، تنقول يا ربي تسهل في شي دار اخرى وديك الساعه نديرهم. هادو الاخرين حتى هما حمقوني، خصوصا انه كي كدير فيهم الطناجر الكبار وكدير فيهم الكوامل والمقلات وعاتي كاع داكشي الكبير اللي كيشد لاسباس، هادو واعرين. الناس اللي عندهم التواسع في الكوزينه ديروا بحال هادو، والله ما غادي تندموا عليهم، زوينين بزاف 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 بزاف. فهنا كيف كتشوفوا كيف قلت لكم عندهم بزاف ديال انواع الفران كذلك. الفران خديتو عندهم، بزاف كتقولوني على الفران واش مزيان ولا ما مزيانش، الفران واعر وكيطيب بالزربه، خطير خطير يا البنات ما غاديش تندموا عليه والله زوين. فهنايا كنت كنهضر مع السيد ونسيت راسي. لي بلاك حتى هما دخلوا انواع جداد ديال لي بلاك، حتى هما راه عندهم اللي من درتهم زوينه بزاف. ديك لا بلاك اللي خديت ما ندمتش عليها الصراحه، ودابا ولاو كيديروا حتى لي ماشين هكذا ديال القهوه والطناجر، راه ديجا خديتهم من عندهم. هادو اول حاجه كنت ديك الساعه باش ربي كتب لي ندير الكوزينه عندهم، جيت على وديت هاد الطناجر هادو وتما شفت الكوزينه تحمقوني تما فين، زعمت انني نبدل الكوزينه.
فهادشي اللي كاين، الناس اللي باغينهم اولا باغين يتواصلوا معاهم غادي نخلي لكم الانستغرام ديالهم في صندوق الوصف، تما حاطين كاع الكوزينات اللي كيديروا، ونخلي لكم حتى النمره ديالتهم حتى هي. راه داك السيد ومرتو الله يعمر لهم الدار دراوش، والاثمنه ما غاديش تحلو معاهم فيهم، كيديروا اثمنه مناسبه. دجا راه غادي تسولوا على الاثمنه وغادي تشوفوا مقاطعه مع بلايص وحدين اخرين راهم هابطين بزاف، ولكن الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو الصح والعمل، حاجه اللي ما غاديش تندموا عليها. راه فريمون كيوقفوا على خدمتهم، ما كيصيفطوش لكم المعلميه وما يرجعوا اللور، لا كيصيفطوا المعلميه ويجيو معاهم ويقابلوا الخدمه. يعني شي ما كنقولوش لكم غير حيت انا مثلا درت لهم اشهار ولا هذا، لا، ولكن راه بزاف الناس كنعرفهم. ديجا راه صاحبتي هي اللي كانت زعما وراتهم ليا، حيت هي اللي كانت صيبت عندهم كوزينه، وصراحه وارين 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 بزاف. وهادشي اللي كاين هنا كنت كنهضر وكنعبر ونسيت راسي. يلا نخليكم ونكملوا الفيديو هنايا، اللي غادي تشوفوا هاد اللقطه اللي غادي تشوفوا الجايه، غادي تشوفوا انني مشينا للبلاد انا وماما ومونا، وخليكم معايا. البلاد عند جدة، حيت كما كنت قلت لكم ديجا في الفيديو اللي فات، ملي كان الحاجة صحي وهي في البلاد كتجي غير مرة مرة حتى كدوز وكتعاود ترجع وتطلع على دارها وتعاود ترجع. فدابا غادي نمشيو عندها باش نباركو ليها العواشر. البلاد غير هنايا واحد ساعة الا ربع ديال الطريق ما بين أكادير والبلاد. تمري تمري هي بلاد ماما، غادي نمشيو نطلعو ليها وغادي نطرقو شي طاجين. جينا دابا باش نطرقو الطاجين ونجيو معنا كيما العادة، حيت ما كنعلموها ما والو، فضروري نجيو معنا شي حاجة هي عزيزة عليها، الطاجين البلدي ديال الدجاج البلدي. ماما نعم بوبينا بلدي 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 با سير كيكم يا عزيزي لها الطاجين ديال الدجاج البلدي، فطرقنا ليها دابا وغادي نمشيو ان شاء الله. دابا كنتسناو يوجد باش يجيبو لينا ونمشي ونجيكم معايا ونشوفوا شنو فينا يا بلاد ماما. خلصوا شويه خلصوا شويه قلت لكم منى. ها هي منى دور. ها هي ماما. تخبات مع منى. عيسى بقى مع بابا اليوم الحد، غادي يخرجوا يساري واحد شويه. غالبا نتوما غادي تشوفوا هاد الفلوغ هذا في رمضان، الا كان 3 رمضان واش راكم مبروكه، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. باش نتمنيتو دابا كنقول لكم الغداء مات الغداء، نسيت راسي واش هاد الفلوغ غيتحط في رمضان. فواش راكم مبروكه، وهادشي اللي كاين، حنا غنمشيو نباركو واش هاد الجدة ونرجعوا للباح، كنا عند جدة اخرى واليوم غنمشيو عند جدة اخرى. جدة ماما بابا، واليوم غنمشيو عند جدة ماما ماما. وهادشي اللي كاين، يلا خليكم معايا. فهنايا شدينا الطريق. اصلا البلاد ما بعيداش، اللي سايقه بينا هي منى، كتفوتوا اغروض وتفوتوا المهم كتفوتوا تغازوت اغروض وتفوتوا واحد البلاصه، واحد البلاصه سميتها البرج، من موراها كتلقاو البلاد. يعني ما بعيداش نهائيا، والطريق مسرحه يعني ماشي شي حاجه اللي خطيره. داكشي باش خلينا منى تدينا ومن هاني تطلق مزيان يديها في السوقان، واخا زعما الحمد لله كتعرف تسوق. كتعجبني هاد الطريق صراحة، حيت كلها بحر، حتى كتوصلي يعني ما كتشوفي حتى حاجة أخرى من غير البحر. وهذا الشيء اللي كيان، يلا خليكم معايا ونتلاقاو ملي نوصلوا البلاد إن شاء الله. بلاد والديا، بلاد هي هذا تامري، عندهم هنايا كاينة دار تما، هي هاديك هي هاديك هاديك الحمراء، دابا ما غاديش نمشيو لهادي حيت هادي لا غادي نمشيو ليها خاصنا نهبطو، يعني نقطعو الواد ونهبطو ليها. ولكن حنايا دابا غادي نمشيو للدار اللي كاينه في الفيلاج، هي علاش غادي نمشيو، كاينه غير هنايا نيت على هاد النواحي. هادي صراحة هنايا فين كنا كندوزو العطال فاش كنا صغار، كان كيعجبنا هنايا. علاش؟ حيت كنبداو نطلعو على البحر من هاد الجي والواد من هاد الجي والفيرما وشحال من حاجة، فكندوزو تما وقت زوين. ولكن دابا غادي نمشيو ديال الفيلاج، حيت جدة صراحة ما كتجي هادي قرب، حيت كاينين الحوانت كاين كلشي. ايوا صافي دابا وصلنا. صراحة البلاد زعما ما بعيدش دغيا، ساعة الا ربع
ساعة على ربي ما كملش. المهم من الدار لناس على ربي كما ماما. ودابا وصلنا الفيلاج تامري. صافي وصلنا للدار. الدار هنا كاين غير فوق الشنطي. انا فين كيتبع داكشي البنان. التمرين معروفة بالبنان بزاف. هلا ماما طلع. ايوا هنا عرفتكم ما غادي تفهموا والو من البلاد عند جده حتى الكوزين تي لا كخاب. ولكن هنايا كان الغد لي عاوتاني لقيت انني هجمت لكم 3 ايام في الفلوغ حيت رجعنا معطلين وطرقنا خالتي حتى هي جلسنا معها حتى هي بركنا لها حتى هي العواشر وجلسنا مع واحد شويه وعاد جينا للدار فاتت لنا وجيتني جان. المهم نعست ما درنا حتى شي حاجه اخرى. هنايا الغد لي صيفط عيسى المدرسه ما تكنصيب لك خاب علاش حيت كيعجبوه لك خاب وقلت من هانيت نلقى ما نصيفط ليها هكذايا للمدرسه وهذا فحيت بلي عرفت انه هذا ثلاث ماشي رمضان نط كنصيب لك خاب. المهم هادشي اللي كاين عواشركم مبروكه بعدا باش ما تمنيتو. بالنسبه لك خاب الناس اللي غادي يسولوني كندير فيهم ثلاثه ديال البيضات الربع ديال الحليب يعني الربع ديال الحليب ياك 250 مليلتر وكندير فيهم الدقيق على حسب الخليط ما نقدرش نحدد لكم شحال وكندير واحد 25 غرام ديال الزبده شويه ديال الزبده بعد ما تصرح كاع ما كنديرها شويه ديال السكر باش دغيا تحمروا لينا وفاني حتى هو وكنسمهم شويه ديال القشور ديال الحامض كنطرب داكشي مزيان 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 كنخليه يرتاح واحد 5 ديال الدقائق ميم با وكندوز نديرهم في المقالي. هنايا درت جوج مقالي باش دغيا نربح الوقت وحده كبيره وحده صغيره ما كاين غير طيب 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 بالزربه باش هكذايا ما تدفش معاهم اكثر. فبالنسبه ل 250 مللتر ديال الحليب وثلاثه البيضات كيخرجوا لكم كونتيتا شويه كثيره بيضه قلت لكم كيخرجوا كونتيتا شويه كثيره. انا كنقلب غير بيدي الناس اللي غادي يقولوا لي الناس اللي غادي يقولوا لي علاش كتقلبي بيديك وما كتقلبيش بالاخرى ما عرفت علاش كنرتاح الا قلبتهم بيديا كيجوني مقادين اكثر. و الناس اللي غادي يسولوني هاد المقالي هادو الصراحه واعرين 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 بزاف مازال ما لقيتهم هنايا في المغرب كنا كوموندينهم من فرنسا كيجيو ساغي ديال ثلاثه ديال المقالي وواحد الكاسروله ومعهم واحد اليد يعني كتربحي لاسباس فهكذا في البلاكار ديالك كديري وحده وسط وحده وسط وحده وسط وحده وكتدخليهم البلاكار وكتحطي معاهم ديك اليد ديالهم وهكذا فاش كتكوني كطيبي داكشي باش غادي ماليكم واحد اليد هي فيها الريغلاج يعني كتسديها كتحطيها على المقله وكتسد سور بلاص وكتعاودي تقلبيها المقله الاخرى وهي غاده. ولكن باش زوينين هما انهم كيشدوا لي سباس في ما كيشدوش لي سباس في البلاكارات. هنايا دست باش نكمل الروينه ديال الكوزينه سبحان الله دغيا 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 كتراكم الروينه نط نستف هكذايا البيض في الثلاجه وجمعتها عاوتاني جمعت الكوزينه وهكا كان الروتين ديال 3 ايام متابعه باش نقول لكم واشركم مبروك عاوتاني مره اخرى باش ما تمنيتو يا ربي وتهلاو ليا في رؤوسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. كنتمنى ان هذا النوع هذا الفيديوهات والروتينات يعجبوكم وحتى نتوما شجعوني بالتعليق ديالكم ولي لايك ديالكم وتهلاو ليا في رؤوسكم ونتلاقاو بعد غدا على ما اظن اولا غدا نيت على حسب الفيديو على حسب انت صورت الفيديو حتى تقولوا لي في التعاليق واش تبغيو نحط لكم فيديوهات يوميه في رمضان واخا صراحه صعيبه عليا اولا نحط لكم غير النهار نهار لا. المهم قولوا لي شنو بان لكم باش هكذايا ندير به وشكرا لكم بزاف بزاف وتهلاو في رؤوسكم. السلام عليكم.